أصغر رئيسة جماعة بالمغرب طالبة عمرها 19 سنة. فجرت شابة عمرها 19 سنة مفاجأة من العيار الثقيل بعد ظفرها برئاسة الجماعة الترابية سيدي بورجا بإقليم تارودانت. ويتعلق الأمر بالشابة نورة حوسة المزدادة سنة 2002، حيث كانت أصغر مرشحة بإقليم تارودانت خلال الانتخابات التي جرت يوم 8 من شهر شتنبر الجاري باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقالت الصفحة الرسمية لفرع الحزب بتارودانت في تدوينة على فيسبوك رسميا: الشابة نورة حوسة رئيسة جماعة سيدي بورجا. وتجدر الإشارة إلى أن الشابة نورة تعتبر أصغر مرشحة في إقليم تارودانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مواليد سنة 2002، وهي الآن طالبة في السنة الأولى بجامعة ابن زهر. وحظي الخبر بتفاعل كثيف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد نشطاء فيسبوك بشجاعة الرئيسة الجديدة، معتبرين أن من شأن ذلك تشجيع الشابات على الانخراط في تدبير الشأن العام المحلي.